والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة من عروة الألعاب. النهاردة يا شباب معاكم حلقة يعني عن تطبيق أو برنامج باسمه دينجوتون. البرنامج أو التطبيق ده بيديلك رصيد مدى الحياة. اوكي، رصيد مدى الحياة. أولا لو هنعرف ازاي طريقة تحميله، ولو محدش عارف ازاي يحمله هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، لينك التطبيق او البرنامج ده في الديسكريبشن. في دلوقتي يعني طريقة تحميله، اول حاجة هنروح لجوجل دي. بعد ما نروح لجوجل هنروح للبحث ده، وبعدها هنكتب كلمة تحميل. بعد ما هنكتب كلمة تحميل هنكتب بالانجليزي، شوف بس الكلمة تاني، دينجوتون. هتكتب كده دينجوتون بالشكل ده، كل اللي هتعمله بس كده. هتكتب كلمة تحميل دينجوتون اهي، دي تحميل الكلام ده. اسيبك بقى تنقله كده براحتك، استنى 5 ثواني كده تنقله في جوجل. خلاص استنى شوية تنقله. بعد خلاص ما نقلته هتقوم بقى ايه دايس هنا عشان تبحث عنه. اول بقى ما هتدوس هنا هتروح لاول واحدة دي، بعد ما هتدوس على اول واحدة يا شباب هيجي لنا كده بالشكل ده. هو بالشكل ده كده، هو دوت التطبيق. هتنزله، هتدوس على كلمة تنزيل وهتنزله. اللي مش عارف ينزله بالطريقة دي انا هكتب اللينك في الديسكريبشن، هتدوس على اللينك ده هوجهك للصفحة دي على طول. بعد ما تحمله هتروح للتطبيق. بعد ما تروح للتطبيق او البرنامج ده اللي اسمه دينجوتون ده هيفتح لك بنفس الشكل ده. انت بقى هتسجل دخولك برقمك. خلاص هتسجل دخولك بايه؟ برقمك. لو مسجلتش، لو ما عرفتش تسجل دخولك مثلا انا هعمل كده، لو ما عرفتش تسجل دخولك برقمك دخله بالايميل بتاعك. لو ما عندكش ايميل اعمل ايميل. خلاص عامه اول ما هيفتح معاك التطبيق هيفتح معاك بنفس الشكل ده، يفتح معاك بنفس الشكل ده بالظبط بعد ما تسجل دخولك فيه. خلاص هنا بقى هتروح على كلمة مورو، اللي هي الكلمة دي، كلمة مورو دي. اول ما هتروحها هتلاقي هنا مكتوب اسمك، وهنا مكتوب في الحتة بتاعت المال دي 15.50%. دي النقاط اللي تعرف تتكلم بيها الرصيد ببلاش. لو انت عايز رصيد اكتر ببلاش هتدوس على كلمة، على الكلمة دي، على كلمة فري دي. او لو مش عندك كلمة فري دي هتدوس على كلمة جيت فري كريتيدز، الكلمة دي. بعد ما تدوس عليها هيجيب لك شوية اعلانات تتفرج عليهم، هيجيب لك نقاط اكتر. خلاص لو عايز تتصل مثلا بحد، مثلا انا عايز اتصل بحد هتروح على كونكتز دي، اللي على علامة الشخص دي. بعد ما تروح عليها هتلاقي الاسامي اللي مسجلة عندك. لو جيت لك بالشكل ده هتدوس على ال دي. بعد ما ندوس عليها هيظهر لك بالشكل بتاعك ده. لو انت مش مسجل اسامي بس عارف الارقام ندوس على كل اللي هي دي، بس انت اهو بعد ما تعمل دي هتدوس على كل دي. وبعد ما تدوس عليها تكتب بقى هنا الرقم، ماشي، تكتب الرقم وبعد كده تقوم متصل عليه من العلامة الزرقاء دي. خلاص بس كده.
هو دوت كده البرنامج، وانتهت الحلقة مع بعض. واتمنى يكون الحلقة عجبتكم يا شباب، و عايز الفيديو ده يا شباب يوصل ل6 لايك، تشاركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا يا شباب اشوفكم مع فيديو جديد مع وقت الالعاب. يلا سلام.